السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة؟ مشو لي حالكم. اليوم جيتكم بفيديو بعد سحبة شي 5 شهور او 6 شهور، فهون انا اضطريت لاني كانت الظروف صعبة يا اخوان، فانا بعتذر على هاي السحبة. ما عليكم يا اخوان، بعد هاي السحبة لعيونكم الحلوين فقط. فهون جيتكم انا اليوم بفيديو بلعبة حاس الحدود. هون بلشنا باليوم الاول. هلا شطي تحياتي. اوكي بلشنا يا اخوان. هون طبعا يا اخوان خليني اشرح لكم اياها ببساطه. تمام، هون بتجينا من المخابرات انه في سياره لونها اصفر، هي معناتها مشكوك بامرها. مع اول سياره بسم الله خلينا نبدا. نزل السياره اخوي. اوه عنده شنب، والله شنبك كويس طويل وحلو. ما علينا، ما علينا من شنبك. بدنا هي هات يلا. الاسم مع الاسم متطابق. هون التاريخ مع التاريخ، والله صح. الاسم مع السياره، سيارته كويس لحد الان، كويس. تمام، مو ركلوز انت، ولكن هل انت اخوي ممنوعات؟ ما ممنوعات، استغفر الله. هاي الاشياء بتبتعد عنا اخوي. والله كويس انت مبين اصلا من وجهك وجه مسالم يعني. تمام، فتوكل على الله اخوي. يلي بعده. والله حياك الله. يلا يلي بعده. لا ايش في يعني، انا فتشت السياره ليه خصموا مني 100 دولار؟ والله ما اعرف يا اخوان. هات بلا حكي هات الجواز. تمام، هون الاسم مع الاسم متطابق. تمام، التاريخ مع التاريخ كويس. والله امورك انت كله لوز اخوي، شو هذا؟ تمام، هون اذن الدخول. تمام يا اخوان، والله لوز اللوز انت. ما يا اخوان اخوي انت اذن السفر او مو مزبوط عندك. تمام، فهلا بروح جدد العقد، روح جدد التاريخ بعدين تعال. تمام اخوي، فهون انا بدي اضطر اعطيك يا اخوي ولي ممنوع الدخول اخوي. هاي القواعد تبعتنا، هاي قواعدنا. تمام، اسم مع الاسم، امورك لوز اخوي انت، امورك لوز يعني. عمرك 60 سنة. الله ضل شي بس واحد، انه يا رب ما يكون ممنوعات. يا رب لو في ممنوعات والله على السجن فورا على السجن. تمام اخوي. تمام، هون ايش في عندك؟ والله مبين يا اخوان، ما مبين عليك رجل يعني، مالك بهالاشياء ابدا. روح اخوي روح، توكل على الله. حبيبي تسلم. كره ورانا شغل، ام الشغل. شو هاد يا اخوان، ايش هالزباله هاي؟ يلا بكره نتعدم. وبس يا اخوان هاي نهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط زر اللايك ولا اكسر التكسير والله، ونعنوا ام اللايك. وبس اشتركوا بالقناه كمان، خلينا نوصل باسرع وقت ممكن 2000 مشترك، ما بدي ازود عليكم. وبس نلتقي بفيديو جديد، والسلام عليكم.